ولم يأتي بمذهب جديد، لكن الظلم يغلب على بعض الناس والعدل العادل من تجرد ونظر بإنصاف. ويذكر أن عالما من علماء الهند كان يبغض شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ويقول عنه ما يقوله الناس، فجاءه أحد تلاميذه بكتاب التوحيد منزوع الجلد ووضعه عنده فأخذ يقرأ فيه. بعد فترة سأله التلميذ قال ما رأيك في هذا الكتاب الذي أعطيتك؟ قال ما شاء الله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال هذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. فعلى كل حال يجب على المسلم أن يجرد نفسه للحق وأن يسلم قلبه حتى يستبين ويظهر له الأمر على وجهه الشرعي. نعم.